السلام عليكم دكتور محمد الأحول، جراحة الأوعية الدموية. هنتكلم النهاردة عن إيه العلامات اللي تخليني أبدأ أقلق أو أشك إن عندي مشكلة في الشرايين، اللي هو اسمه انسداد الشرايين المزمن، اللي بيبدأ يعمل مشاكل كتير، ممكن توصل في أسوأ الظروف لحد خسارة الطرف كله، ممكن يحصل بتر. انسداد الشرايين طبعا مشاكله إن هو بيحصل بسبب السكر، الضغط، التدخين، مع السن الكبير بيبدأ يحصل انسداد وتصلب في الشرايين على فترة طويلة. كل ده بيبدأ يعمل قصور في الدورة الدموية، أو الدم اللي واصل للطرف ما بيبقاش واصل بالدرجة الكافية، فيبدأ يعمل لنا أعراض ويبدأ المريض يشتكي. أول عرض بيبان حاجة احنا بنسميها intermittent claudication، بمعنى إن المريض لما بيمشي بيبدأ يحس بكلبشة. دايما بيتوصف إن هو في كلبشة في السمانة لما بيمشي مثلا لمدة 100 متر. الفترة دي أو المسافة دي ثابتة، كل مره يمشي فيها 100 متر بيحس بالكلبشه دي. معظم الناس بتبدا تتعالج على ان دي مشكله في العضلات، مشكله في العظم، فبيقعد لفتره طويله مش بياخد علاج للشرايين، مش بيحسن طريقه حياته عشان يعالج المشكله دي. فده طبعا بيؤدي لان المريض حالته تسوء، الحاله بتبدا تسوء لما ال 100 متر دول يبقوا 50، يبقوا 20، يبقوا 10، لحد ما يوصل المريض ان هو مش قادر يمشي اصلا وعنده وجع جامد جدا حتى هو قاعد مريح. ده معناها ان الانسجه حاليا مش واصل لها دم كافي حتى في حاله الراحه. المشكله الاكبر اللي ممكن تحصل من كده ان بعد الوجع الجامد ده ممكن يبدا يحصل جروح. لو مريض اتعور تعويره بسيطه جدا ممكن دي تكبر ما تحصل لهاش التئام وتفضل شهور او ممكن سنين من غير الجرح ده ما يلتئم. المشكله في الحالات اللي زي دي ان هي الوعي عنها مش واضح قوي، فالناس مش بتوصل انها تقابل دكتور جراحه الاوعيه بتاعها لحد ما يبقى الوضع اتاخر جدا. في الحالات اللي زي دي احنا بنتعامل معاها بطريقه من طريقتين في معظم الاحوال، يا اما الجراحه ودي بتبقى غالبا وصلات شريانيه وعمليات التسليك، او الحل الثاني ان احنا بنتدخل بالاساطر والتوسيع بالبالونات والدعامات. فاي حد عنده المشاكل السابقة اللي هي السكر والضغط، أي حد فوق الستين بدأ يشتكي من أي أعراض من اللي احنا اتكلمنا عليها دي، يفضل ويستحب إن هو يزور دكتور جراحة الأوعية بتاعه. شكراً.